اقدمها جنب الحواوشي بقى طعم طعمه السنين. اتفقنا على البتنجان اتشوى ازاي. البتنجان بيتغسل ويتنشف وعلى طول بديله بس مسحه زيت كده من بره، وبحطه على الشبكه في الفرن لغايه ما الاقيه كرمش واستوى معايا. بطلع البتنجان بس يبرد واروح شايله القشره الخارجيه، تطلع لي البتنجانه مشويه بالشكل ده اهي اهي كده. دي كده ايه متقشره ماشي حلو كده اهي، ادي البتنجان اهي، دي مشويه في الفرن بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. بس كده انت تقدري قبل ما تشتغلي في خلطه الحواوشي ولا اي حاجه تروح حاطه البتنجان في الفرن يتشوي، وبعد كده تشتغلي بقى في الحواوشي وعيشي بقى كده ايه على ما تسوي الحواوشي وتخلصيه يكون البتنجان اتشوى معانا وتروحي شغاله فيه على طول. هنعمل ايه بقى بعد ما يبرد ونشيل القشره بتاعته بقى اللي هي الكرمشه دي؟ اروح جايه شايله العنق كده كده وبالسكينة على طول، استنوا بس نجيب منديل وهتفرميه بالسكينة، بس خليه بقى ايه فرم خشن، يعني ما تنعميش البتنجانة قوي. بابا غنوج احلى حاجة ليه لما بيبقى ايه محبب كده شوية او خشن كده شوية، تحسوا بطعمه كده وانتوا بتاكلوه. فانا هعمل ايه، بصي هدي كده الاول تقطيع كده كده، وبعد كده اروح واخده اللي فوق تحت واللي تحت فوق وارجع اهو تقليب كده، وارجع اروح ايه فرمه تاني بالسكينه بالشكل ده كده يا جماعه اهو. لو انت بقى عايزاه اللي هو ناعم قوي زي سلطه الطحينه ممكن تضربيه في الخلاط او في الكبه، لكن ما انا بقول لك الاحسن لسلطه بابا غنوج ان البتنجان يبقى ايه خشن فيها كده. بصوا اهو اعملي كده ينعم، بس ينعم برضو ليه شخصيته، مش ينعم يدوب زي الطحينه اهو يا جماعه. دي الطريقة المثلى المثالية جدا جدا للبتنجان اهو. بس يا ست الحباب ويلا بينا على طول طبق كبير اللي هنشتغل فيه على طول بابا غنوج، وناخد ده اللي انا فرماه برضو من قبل الحلقة بالشكل ده كده. ده كده البتنجان كله كده على بعضه، نشيل بس ده كده وهنحط بقى كل مقاديرنا. واحنا قلنا المقادير بتاعتها يا استاذ احمد ولا ما قلناش؟ نزلنا المقادير ماشي. يلا يلا ماشي، انا رايحه هناك اهو، انا رايحه انا رايحه. عايزين نجيب معلقه وهنجيب كمان مضرب حلو كده. وبص يا ستي ادي البتنجان اهو، هنزل عليه بكل المقادير بتاعتنا. ادي الطحينه بالشكل ده، ما تزوديش طحينه عشان ما تغطيش على طعم البتنجان. وادي كمان دول شويه البقدونس دول للاخر. هناخد شطه وهناخد ثوم، بسم الله. ادي الثوم اهو كده. وبعد كده عندنا بقى ايه التوابل بتاعتنا، شويه شطه تدي له طعم حلو قوي بصراحه، وهاخد ملح كده، وكمان شويه كزبره، يبقى شطه وملح، وادي كزبره وكمون. شوفي كل ده التقليب يبقى في الاخر خالص، وهنحط شويه فلفل اسود برده بيديله طعم حلو كده بس مش هنكتر. وبعد كده خل، هنزود بس ايه الخل كده سيكه، خل وعصير ليمون، هنزود عصير الليمون شويه برده كده. وبعد كده شويه زيت بس، وقلبي بقى قلبي كده كله في بعضه وشوفي في الاخر بقى شكلها عامل ازاي اهو. قلبي بقى بالراحه كده، خلي البتنجان يتشرب الطحينه. الله على الريحه اللي طالعه تحفه. يلا يا ستي عشان النهارده تبقى ايه الغدوه بتاعتك كامله كامله متكامله، تقومي على طول تروحي شاويه البتنجان في الفرن تحطيه في الفرن، وعلى ما تشتغلي في الحواوشي يكون البتنجان اتشوى معانا، تروحي طالعه عامله بقى ايه مطلعه من الفرن وعامله الجمال ده. اللهم بارك. بصوا اهو يلا كده، هنزودها تاني شويه خل وعصير ليمون. بصوا شهيه جدا جدا. لا طبعا
كده. الزيت احنا حطينا شويه زيت، وبعد ما نغرفها هنحط زيت على الوش. بصوا يا جماعه جمالها. هنا بقى كده بعد ما دوبت كل المقادير كده في قلب بعضها، هروح واخده بقى شويه بقدونس كده اروح حطاهم عليها. وعيشي بقى اهي. وممكن في ناس كمان بتحب تزود لها فلفل الوان. بصوا الجمال. وخلصت معانا تحفه.